أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول إذا كانت الخادمة غير مسلمة وديانتها بوذية هل يجوز أن نأكل يعني من طبخها وطعامها، وهل إذا غسلت مثلا الملابس هل تكون طاهرة؟ أولا لا يجوز أن يؤتى بخديمة كافرة تدخل في البيت ومع العائلة ومع، ما يجوز هذا، يأتون بخديمة مسلمة والمسلمات كثيرات والحمد لله. ثانيا ما طبخته أو غسلته أو فإنه لا بأس به، لكن إذا كانت مثلا تذبح الدجاج وتذبح الغنم وتطبخها لكم هذا ما يجوز، ذبيحتها حرام، ذبيحة المشرك حرام ولا تحل. نعم.